متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم طبعا إلى النشرة الجوية الرئيسية لهذا اليوم، ونبدأها دائما بصور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود كميات من السحب الركامية الرعدية التي تشكلت نهار هذا اليوم في بعض الأجزاء من ضمنها المناطق الشمالية الغربية من المملكة، والتي عملت على هطول زخات من الأمطار. هناك أيضا الليلة الماضية تأثرت مناطق القريات والحدود السعودية الأردنية بأمطار غزيرة رعدية، صحبت أيضا ببعض الزخات من البرد. كذلك الأمر هو في مرتفعات الطائف ومكة، تأثرت مكة المكرمة أيضا بسحب ركامية رعدية ممطرة في تلك المناطق، واقتربت بعض السحب من مدينة جدة إنها لم تدخل إلى داخل المدينة من جهة البحر. طبعا تبقى عموم مناطق المملكة يتم تأثير هذه الأحوال الجوية التالية: المناطق الجنوبية والوسطى والمناطق الشرقية المملكة تحت تأثير تيارات هوائية دافئة ترفع قليلا من درجات الحرارة في هذه الأيام، يتصادف ذلك مع امتداد لهواء بارد نسبي في الحدود الشمالية الغربية من المملكة، يعمل ذلك على هطول بعض من الزخات المحلية من الأمطار الرعدية في المناطق مثل عرعر وحائل وأجزاء من المدينة المنورة، وصول إلى بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء تكون معتدلة عموما، درجة حرارة أصغر 18 درجة مئوية، وأجواء صافية تميل للبرودة هذه الأجواء في المناطق المكشوفة والمفتوحة خارج المدن بشكل عام. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات ومدن المملكة، نبدأها شمالا من سكاكا 31 إلى 16 وأجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة لأمطار غدا في عرعر من 30 إلى 16، في تبوك أجواء مستقرة 27 إلى 14 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة في مدينة منورة 35 إلى 20، مع فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار فوق المرتفعات التي قد تكون رعدية، في جدة 35 إلى 26، وتتراجع بها فرص هطول الأمطار الرعدية القريبة منها القادمة من السواحل، أقصد في مكة المكرمة من 35 إلى 25، ويعتقد أن غدا مكة لن تكون الأحوال بها مثل اليوم، ستتراجع فرص هطول الأمطار، في حين تعود إلى الطائف 27-14 مع بقاء الأجواء مهيئة لأن تشهد بعض الزخات يعني الرعدية من الأمطار. مناطق جنوب غرب المملكة في أبها من 24 إلى 13، في الباحة من 24 إلى 16، وفي جازان من 34 إلى 28، مع وجود فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار في تلك المناطق. في المناطق الشرقية في الإحساء من 34 إلى 20، في الدمام من 34 إلى 20، والأجواء حارة نسبيا، تكون في حفر الباطن كذلك الأمر من 34 إلى 19، لكن مع ظهور بعض من السحب المتوسطة والعالية. في العاصمة الرياض من 31 إلى 18، وفي القصيم بريدة من 32 إلى 14، في حين حائل 31 إلى 15، مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لأن تشهد بعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار في تلك المناطق. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال ما تبقى من هذا الأسبوع، يوم الأربعاء 31 إلى 17، 31 إلى 17 يوم الخميس، و 31 إلى 18 يوم الجمعة، والأجواء مستقرة في العاصمة الرياض وتميل الحرارة في ساعات النهار، تميل البرودة في ساعات الليل لكن خارج المدن وفي المناطق الصحراوية إجمالا. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما تابعونا عبر تطبيق طقس العرب أو عبر زيارتكم لموقع طقس العرب arabiaweather.com، أو متابعتنا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.